السلام عليكم، بغيت نبارطاجي معكم هذا المنظر هذا حيت عجبني بزاف بزاف، واحد المنظر زوين بزاف بزاف. وخلا انا مصدي والناس دخلوا وكطيح عليا الشتاء وفي الظلام وفي الخلا وانا بوحدي، وانتم كتشوفوا الرعد والبرق هزيم الرعد. صمتوا شويه. شي حاجه انا ياك ما جا شي واحد ياك بغى يضربني شي واحد ولا شي حاجه. مهم، مرحبا بكم مرة أخرى، بارطاجوا مع خوتكم مع أصحابكم هذا المنظر هذا عجبني بزاف بزاف، بغيت نشاركه معاكم. يعني واحد المنظر زوين بزاف بزاف، يعني ملي كطيح الشتا وبالليل يعني تيكون واحد الجو رومانسي، تيكون واحد الجو زوين بزاف بزاف. عرفتوا انا راه مصطي، انا والله الا مصطي، والرعد والبرق كيضرب ولا كنصور. يلا باي، تفرجوا شويه في سينما. الضو ناقص شويه ديال الفلاش، ما بغيتش نشعلو مزيان، ما بغيتش ندير ليه 100%. المهم كما قلت لكم ديجا يعني راه البرق كيضرب في هذيك البلاصه، كيضرب في هذيك البلاصه. شتي البرق يعني كيضرب البرق تما، يعني واحد المنظر زوين بزاف بزاف، يعني واحد المنظر ما سخيت. انا باغي نبقى تحت الشتاء، المطر يسقط وانا ادور. يعني واحد الديكور، واحد المنظر زوين بزاف بزاف، والشتاء كطيح يعني الجو رومانسي بزاف بزاف، رومانسي ونقيقي، دو الجو نقيقي صراحة، واحد الجو زوين. انتم كتشوفوها الساعة، يعني راه الجو زوين، يعني الشتا ديال بصح، يعني كطيح دابا الشتا ديال بصح. يعني انا سبحان الله كنفرح ملي كطيح الشتا، يعني واحد الجو تيكون زوين زوين بزاف. ما كرهتش انا طيح السيمانة 15 يوم شهر 10 لا بزاف، شهرين الساعة حسب واحد. المهم ملي كطيح الشتا يعني كما قلت لكم يعني تيكون واحد الجو نقي بزاف بزاف. يعني كاينين الناس اللي ما كرهوش يعيشوا هاد الاجواء هذه، كاينين الناس اللي ما كرهوش، يعني نتوما بارطاجيو لخوتكم وصحابكم باش كلشي يتفرج، باش كلشي يعيش هاد الاجواء هذه. يعني واحد الجو زوين 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 بزاف بزاف. ولكن انا كنفزك قريبا ديرها كو يخرج الماء. شتي يعني بارطاجوا مع خوتكم مع الاصدقاء مع الاحباب ديالكم. ما كان الموقع اتي دير ات درات بومان دات كما قلنا عملت تين غير، يلا مازال كون تين غير بارطاجوا ات بومان ات درات اتي دير بارطاجوا ات دكلت العائله بنون عفدا كون تقولا اومينو. شاركوا معنا فلاشين باش هكا، ووركو على زر الجرس وجيم والتعليق، ما تنساوش التعليق واللايك، وبارطاجوا مع خوتكم مع الاصدقاء ديالكم باش هكا ديما توصلوا بالجديد. مازال لكم مفاجات وفلوقات اخرين والافلام قصيره كما قلنا، يعني راه كاين اللي كيصيفط ليا وكاين اللي كيقول لك علاش انسحبتي على الافلام، يعني لا ما انسحبتش، وانما دابا ولينا يعني كنخدموا على المحتوى ديال الفلوقات، ومازال ان شاء الله غادي نبارطاجوا معكم افلام قصيره ان شاء الله بحول الله. يلا تهلاو